الخير والجمال على كل متابعينا، معاكم مع حلقة جديدة من برنامج الشاي الأخضر. صباح الخير يا رشا. صباح الخير يا أمنية. معانا ايه النهارده؟ معانا النهارده يومنا النهارده بقى مليان بنماذج النجاح، نماذج مشرفة. هنبدأ أول فقراتنا مع منسقة الديكور المنزلي نونا عبد الواحد، وتاني فقرة هتكون معانا الفاشن ديزاينر آية عطية، وآخر فقرة هتكون معانا مصممة فن جديد ورقيق جدا، فن الديكوباج، هتكون معانا هبة فهمي. معروف ان كل عروسه رشا بتكون محتاره في فرش شقتها، وحابه دايما ان هي تبقى احلى شقه في الدنيا، ومحتاجه لشخص ذو راقي يفرش لها شقتها باحسن مما هي متخيله. عشان كده احنا معانا النهارده نونا عبد الواحد، مصممه الديكور الداخلي او منسقه الديكور الداخلي لشقه العروسه. اهلا بيك يا نونا. اهلا بيك يا نونا، منورانا الشاي الاخضر. حبيبتي ميرسي. حبيبتي اول سؤال عايزين بقى نبدا، يعني نبدا تقولي لنا انت ابتديتي امتى ومين شجعك على الخطوه دي؟ يعني اخدتي الفكره منين ان انت تعملي تنسيق للديكور بتاع لشقق العروسه بس، ولا انت لشغل تاني يعني ديكور عامه؟ انا بدات بالظبط من حوالي 7 سنين. يعتبر كنت اول واحده في دمياط، حتى صفحتي كانت اول صفحه في دمياط. بدات من شقتي، طول عمري بحب الحاجه منظمه، بحب الحاجه شكلها حلو ومرتب. فوق التنظيم والترتيب بحب الحاجه شكلها جمالي، تدي الحاجه قدامي تبقى بلمسات حلوه. فبدات من شقتي، بدات من شقه اخواتي، اصحابي، قرايبي. بداتي بالعيله وبعد كده قلتي هم اللي طلعوها بقى في دماغي، ليه ما تطلعيش الفن ده، ليه ما تطلعيش الشغل الحلو ده يبقى للناس بره وكده. طب ايه هي اول حاجه بتبداي بيها الشقه اما تروح شقه عروسه كده؟ هو عامه اصعب حاجه في الشقه تعتبر الدولاب، دولاب العروسه اللي هو يعتبر دولاب اوضه النوم. هو اللي بياخد تقريبا نص اليوم، لان هو بيضم المفروشات وملابس العروسه والحاجات الشخصيه بتاعه العروسه. يعني انت الشقه بتاخد معاك يوم واحد بس؟ ايوه، الدواليب والنيش والمطبخ، وممكن لو هفنش باقي الشقه بالديكور الخارجي وكده ممكن يوم ونص. وبيبقى على حسب حاجات العروسه. وبتروحي بقى محافظات ايه؟ اخري القاهره واسكندريه، كل المحافظات ما عدا الصعيد طبعا لانها بعيده عني جدا. يعني انت بتطلعي بره كمان المحافظه بتاعتك؟ ايوه، كل المحافظات ما عدا الصعيد. طب ايه الفرش بيكون على ذوقك ولا على ذوق العروسه؟ هو بناء بيبقى على ذوقي، لان هي بتبقى شايفه شغلي قبل ما تجيبني، عارفه شغلي بيبقى شكله ايه وعارفه ان ذوقي كويس وكده، فبيبقى على ذوقي. بس لو في تعديل او اي حاجه بسيطه هي بتقول لك. ايوه، بنحاول نرضي الطرفين يعني. طب زمان كانت شقه العروسه بتبقى مليانه من كل حاجه، كل حاجه وبزياده. دلوقتي العروسه بقت بتستغنى عن حاجات معينه، او في حاجات مش عايزاها في شقتها، مش عايزه كركبه، مش عايزه فرش كتير، او الشقه هي اللي بتحكم على حسب المساحه؟ هو على حسب المساحه وعلى حسب الشقه، ويبقى طبعا على حسب دماغ العروسه. يعني في عروسه بتحب حاجات كتيره جدا، وده طبعا ما بيطلعش كويس حالي. الشغل كل ما كانت الحاجات بسيطه وقليله كل ما الشغل طلع كويس وظهرت لمسات جمالي فيه. طب ايه الحاجات اللي العروسه ما بقتش بتحبها في الجهاز عموما؟ عامه النيش. خلاص بأزمة النيش. احنا لسه عايزين بقى، احنا لسه جايين لموضوع النيش ده، اسئله كتيره. يعني انا عايزه اقول لك، هو فكره النيش انت مع النيش ولا ضد؟ بصي، هو في دلوقتي فكره هي حلوه، اللي هو في فكره النيش المعلق. بيبقى حاجه بسيطه كده زي برواز صغير، بيتحط فيه طقمين ثلاثه كده، بيبقوا غاليين وشكلهم شيك وحلو، وبيغني عن فكره النيش والحاجات اللي بتبقى كتيره فيه، وتمنه طبعا بيبقى غالي جدا. ايوه، فده ما بتستخدمش. ما دي مشكله، ما انا بقول لك سواء ده او ده ما بيستخدمش، بس لما بيكون فيه اللي هو النيش المعلق اللي انا بقول لك، او فضيه صغيره كده. النيش الواقف الصغير. دي فضيه كده. يعني انت لما حد بيجي مثلا عايز يعمل يفرش النيش، بتقترحي عليه الفكره اللي انت قلتيها؟ ايوه. ولا بقترح؟ هو عامه ما عادش نيشات زي زمان، النيشات اللي بالاحجام الكبيره كبير. دلوقتي زي ما قلت لحضرتك كده، النيش المعلق او اللي هي الفضيه اللي واقفه بس كده، بتبقى في الصالون وخلاص، طقمين 3 4 بس وخلاص.
طيب احنا هنعرض برضو الصور بتاعتك وصور شغلك على الشاشة، لان احنا جميلة جدا الصور، وفي حاجات قدامنا كمان شكلها شيك قوي، عايزين برضو نتكلم عنها. انتي عاملة الفوط باشكال مختلفة، باشكال جميلة. دي بنبنية صح؟ هي ممكن تشرح لنا. وعندك الفوطة دي هي وزة بس عروسة وعريس. الصور اللي على الشاشة ظهرت معانا الاول، ده فرش على الشاشة. ايوة ده لحاف اطفال، فانا عملته كده بالمنظر ده. ودي كانت ملابس، ده بقى دولابي الكبير. انت عملت الطايه فوق بالفوطه، كل شغلي يعتبر بالفوطه. طب هي العروسه مش، يعني انا بس عايزه اسال حاجه، هي مش العروسه بتستخدم الحاجات دي؟ لا هي الحاجات دي انا بجد، هي الحاجات دي منظر بس. ايوه. طب هي تستخدم ايه؟ انا بطلع لها استخدام لوحدها في حاجه ثانيه. أيوة بقى في بوكس لوحده. أيوة ولا ايه؟ بيبقى في مكان لوحده عباره عن فوط. يعني هو ده بس منظر ديكور كده؟ ديكور بيفضل حوالي سنه او حاجه، ما بتست... لان سنه بالمنظر ده. المنظر ده هي لما هكون جايبه 100 فوطه او 150 فوطه، فمش مش معقوله تستعمل كل الكميه دي مره واحده. طب بما انك اتكلمتي في العدد المهول ده، يعني في عرايس فعلا بتجيب فوق ال 100 فوطه؟ في عرايس بتجيب ال 300 فوطه. انا اكتر عدد فرشته في الفوط كان 300 فوطه. 60 و70 طقم سرير، فاهمه؟ بس انا ما مش مع الفكره دي خالص. صعب كتير كتير قوي كمان. يعني اللي بتجيب مثلا 30 او 40 فوطه بيطلع دولابها احلى واشيك من اللي بتجيب 100 فوطه و150 فوطه. الحاجه بتظهر يعني جمالها وبتبان. يعني كل قطعه وتعملي لها شكل بالمنظر ده، ولا هي بترصصي كله وتعملي شكل خارجي بس منظر؟ انا برصص الترصيص اللي هو بس بيكون بنظام وبترتيب، وحاجه تكون مريحه للعين. مريحه للعين فعلا. وبزوق بقى بالشغل اليدوي بتاعي ده. لا هو جميل قوي. هو انا عجباني فكره الحاجات السيمبل اللي انت عاملاها باشكال دي. دي الفكره دي عجباني، لكن فكره ان احنا نرصص الدولاب وما نستخدموش دي اللي صعبه شويه. صعبه قوي عشان الكميات بتبقى في الاول كبيره. يعني انت بتتكلمي على العروسه بيروح لها العروسه بيروح لها في الاول ناس كتيره، فلازم تحافظ على منظر الدولاب. بتعملي لها شو يعني؟ لو لازم تحافظ على منظر الدولاب، لان في بلاد برضو كتيرة كل يعني القرايب بتروح تفتح وتتفرج. لازم عادات. عندكم بس في دمياط ولا في كل البلاد؟ في كل يعني. لا في وفي في عروسه مش بتحب تفتح حاجتها، ممكن النيش بس المطبخ. الدواليب لا ما تتفتحش، وفي عرايس بتحب تظهر حاجتها. شايفين بابا جاب كام فوطه؟ كام فوطه وكام طقم سرير. لا بصراحه الله يكون في عون الاهالي، يعني انا معاهم بجد. بعد اللي انا سمعناه. هل الدهانات لما انت بتيجي مثلا تعملي ديكور والفرش بتاعك بتنسقيه بالدهانات بتاثر على فكره ان انت تعملي؟ جدا بجد جدا. يعني مثلا تقدري مثلا اللونات، انا عامله مثلا دهنه بينكات او روزات او حاجات كده، بتنسقي على اللون نفسه؟ هي الديكور الداخلي هي بتكون العروسه هي جايباه، بس الدهان اللي بيظهر جمال الشقه اللون الموحد اللي هو اللون الاوف وايت. هو ده اللي بيظهر جمال الشقه. انت قصدك الحيطه الاوضه مثلا تبقى كلها لون كلها واحد بدل ما كل حيطه واحدة لون. وحيطه واحده بس ورق 3D. على حسب. ايوه ده اشيك شقق انا دخلتها. لا في عرايس دلوقتي بتعمل الحيطه دي مشجره. لا الحيطه دي فيها بيلمع. لا 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 كان زمان خلاص هو ما بقاش يعني توحيد اللون ده اللي بيدي. أيوة. لوك حلو للمفروشات اشيك شقق. ايوه اشيك شقق بدخلها هي اللون الموحد. طب لما بتفرشي بتبقي لوحدك ولا معروف بقى ان مامه العريس عايزه تخش تشوف شقه ابنه ومامه العروس عايزه تخش تتابع؟ بصي هو انا عامه مش بحب الزحمه. يعني بتفق على الحاجات دي مع العروسه، بحتاج منك 2 أو 3 بس يفتحوا معانا الكراتيني لو هيلمعوا لو كده ما يتدخلوش. لا يعني انت بتشترطي عليهم من اول ما بتبداي شغلك؟ ايوه. انا ساعات بدخل شقه بيكون فيها بال 20 واحده طبعا، رغي بقى ورا رغي، ف زحمه كمان ودوشه في راس النيش والصين والازاز والحاجات دي، فانا بتوتر. تبقى عايزه تركيز شويه، فبحب بفضل يكون الجو هادي فعلا. طول ما كان العدد قليل عرفنا نتحكم فعلا في الحاجه بتاعتنا، وما كانش فيه خساير كتير كمان، لان العدد والاطفال معروف طبعا في زحمه ده وفي دوشه في البيت. في الاتفاق قبلها. طب انت بتاخدي بقى وقت قد ايه في تجهيز او تنسيق الشقه كلها مثلا؟ من يوم 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 من الصبح بدري على حسب ما اخلص. طب انت قلت لنا ان انت هتعملي لنا كام شكل فوطه؟ تمام.
هي الفوط اللي انا بستخدمها فوط تواليت، واكبر منها شويه فوط مطبخ. هو ده كل استخداماتي. ممكن لو الفوط دي فوط اطفال، يعني اللي الحاجات اللي معموله بالشكل ده كله، دي فوطه صغننه كده. فوطه يعني دي بالفوطه دي. البونبونيه. أيوة. انما اللي هي الوزده دي والفيل والثبت الورد ده فوط حلو جدا. ده فوط اطفال. الحاجات دي بتتعلق ولا بتتركن في اماكن؟ دي بتتحط في الدولاب. في الدولاب لمده سنه ما بتتحركش من مكانها. هو بعد ما لازم القرايب يجوا يتفرجوا. انا هعمل، ممكن اعمل شكل الكلب ده. وبتجيبي بقى ورق فوم. ايوه كل الخامات. كل الخامات اللي على الفوط انا برضو اللي بعملها. طب مش شايفه ان هي غريبه ان حد يبقى متخصص في فرش شقه العروسه؟ لا مش غريبة. هو كان زمان أول ما بدأت كانت غريبة شوية. فدلوقتي بقت عادة، ودلوقتي الموضوع مريح العروسة جدا عن الزحمة بتاعت زمان. وإن مش عامل لها هي يعني مش شايلة هم بقى إن هي تفرش أيوة وكذا رأي. لا الموضوع العروسة حباه جدا. طب لو طريقة الفرش بتاعتك ما عجبتش العروسة، بتعدليها ولا بيبقى رد فعلك إيه؟ لا هي بتجيبني بناء على ان طريقه الفرش بتاعتي عجباها. يعني ما تتدخلش في طريقه فرشك. هي ممكن تتدخل مثلا في اللبس، حطي لي اللبس ده مثلا هنا على حسب استخدامها. عايزه لبسي ده هنا كده. طب ممكن تقولي لنا ايه يعني اكتر موقف صعب انت مريتي بيه من خلال شغلك؟ موقف صعب يعني ما كنتيش قادره انك تتعاملي معاه. كان في اختلاف برضو بيني وبين حمات العروسة. على ان هي عايزة نص الدولاب، كانت حاجات العروسة كتيرة في اليوم ده، ومعروف ان العريس بيجيب حاجات محدودة. فحكمت رأيها انا عايزة نص الدولاب، طب وباقي الحاجة انا احطها فين؟ العروسة معروفة عنها. معروف ان العروسة بتاخد الدولاب كله. هو رفوين اصلا حتى ممكن درج. لا هو يعني الغرفة بتاعت الشماعات تقريبا ودرج. ممكن ما ياخدش الرفين، ممكن ياخد درج. وممكن كمان ما فيش درج. يعني عليك. يجيب له دولاب مخصوص. فهي في اليوم ده حكمت رأيها، بس في الاخر الحمد لله وصلنا الحل. فعدت. انا عملت هنا ده شكل الكلب اهو، هزق له العين. ما حاولتيش ان انت ممكن تعملي كورسات تدربي بنات على الفكره والله دي، ولا حابه ان الطلب مني؟ لا فعلا الطلب مني كتير، بس انا حاليا مشغوله جدا مش فاضيه، فاهمه يعني عندي ضغط شغل جدا مش فاضيه لموضوع الكورسات، بس ان شاء الله هحاول اظبط الموضوع ان شاء الله. كده انا عامله الودان بتاعته اهي. انت مجهزه كل حاجه. طب لو انت بتفرشي وحسيت ان مثلا الحيطه دي محتاجه برواز او الترابيزه محتاجه اباجوره، بتطلبي منها تجيب تاني؟ هي اساسا اول ما بدخل مامت العروسه او العروسه بتطلب مني، بتقولي لو في اي حاجه ناقصه من خبرتك او كده ممكن تنصحينا. ده كلب بنوته بقى. بفنك. الله حلو جدا. حلو خالص. اتعرض لك موقف مع عروسه ذات نفسها ان هي ما عجبهاش فرشك، او شافت ان لا مش ده اللي انا متخيلاه؟ اطلاقا خالص. انا بنزل من عند العروسه ما شاء الله بتكون فرحانه جدا جدا ومبسوطه بالشغل أكيد جدا. وبعد اللي احنا شفناه ده اكيد طبعا لازم تفرح. يعني دي فوطه تواليت برضو هنعملها شكل صغير جدا، الشكل اللي هو العصفوره ده. العصفوره الاحمر. انت عامله شكل كب كيك وحيوانات ودوده وهنا دي السمكه اهي دي برضو. الله حلوه قوي. وهنا دي قطه. وهنا دي برضو عروسه وعريس. الله برضو بالفوطه الصغيره. حلوين قوي. طب انت اتعلمتي ان انت تعملي الفوط دي ازاي؟ هو انا اول ما ابتديت كنت حابه الموضوع ده جدا، فاول ما ابتديت كنت برص الرص العادي بدات ادخل على النت في الصفحات الاجنبيه لشغل الفنادق، بس بيعملوا لك الفوطه مثلا كده بس ساده ستاندرد بس واحد ساده أصلاً. لا وساده ما عليهاش اي حاجات، مفيش اي خامات. بدات انا اتعلم واحط بقى الخامات بتاعتي دي، فظهرت كده. لا جميل قوي. انا عاجبني اكتر حاجه البنيه. شكلها جميل.
انت بتعملي لنا ايه بقى دي؟ بعمل العصفوره اللي هو الاصفر ده. ايه هي الموضه دلوقتي في الفرش؟ بيكون مثلا الضخم الكلاسيك ولا المودرن العادي الصغير؟ في عرايس بتحب الكلاسيك وفي عرايس بتحب الستيل وفي عرايس بتحب المودرن. بس انا عامه في شوق العرايس بحب الكلاسيك. المودرن ما بيديكيش كده روح ان هي شقه عروسه. هو الكلاسيك والستيل اصلا مط وما بتقدمش. لا لو مرت المودرن هيجي عليه ايام ويجي ايام. لما تدخلي الشقه الكلاسيك تحسي ان انت داخله شقه عروسه. شقه فخمه كمان. طب ايه الحاجات اللي انت مش بتحطيها في النيش او اللي هي مش حلوه في النيش حتى لو العروسه جايباها؟ شنطه المعالق. طبعا. ممكن الصواني مش بحطها. بس هو النيش دلوقتي بقى عباره عن ايه؟ الطقم الصيني كاسات. في الكارورات وفي اللي هو الطقم الجاتو او الشاي بس. وبيبقى في بوفيه او بار باقي الحاجه بحطها فيه او في المطبخ. يعني بتفضلي ان النيش يكون سيمبل خالص. طب ليه ما فكرتيش ان انت ممكن فرش العروسه ده تفتحي مكان تبيعي فيه وفي نفس الوقت تفرشيه؟ ان شاء الله دي الخطوه دي طموحي ان شاء الله. ان شاء الله. ما انا كنت لسه اسالك ايه اللي انت بتتمنيه، يعني ايه اللي انت بتتمني ان انت توصلي له؟ بتمنى ان انا افتح مش هقول جاليري، يعني حاجه صغيره كده على قدي اعرض فيها شغلي واوصل ان شاء الله. ان شاء الله. طب من خلال الوقت الكبير اللي انت ابتديتي تشتغلي فيه الشغلانه دي او ان انت تبقي منسقه شقق العرايس، شايفه ايه الاخطاء اللي العروسه بتقع فيها؟ الحاجات الكتيره، الحاجات المتكرره، الزحمه، الحاجات المتكرره، والادوات البلاستيك، الحاجات من كل حاجه 3 و4 و5 و6 ليه؟ طقم الحلل. ايوه. كفايه الاستعمال بس. خصوصا في الزمن اللي احنا فيه ده الحاجات بقت سعرها ضعف من مثلا من 5 سنين اضعافها. فالاسعار غاليه جدا. انت خلصتي انا عملت بقى هنا دي عصفوره. الله حلوه قوي. دي جميله قوي. حلوه خالص لو عامله لها بقها بقى. طب تحبي تقولي ايه لان فقرتنا خلاص انتهت؟ احب اقول ان انا كنت سعيده جدا معاكم النهارده. احنا كمان مبسوطين جدا بيكي وليا الشرف ان انا اطلع في البرنامج. وعايزه اقدم نصيحه لكل عروسه. ايوه كنت هقول لك بلاش المبالغه في الحاجه وبلاش الحاجه المتكرره. بلاش تجيبي من كل حاجه 2 و3. الحاجه البسيطه الرقيقه الهاديه بتطلع احلى 50 مره من الحاجه المتكرره وعددها كبيره. انت شرفتينا يا نورا يا نونا. فعلا كنا مبسوطين قوي ان انت معانا. فن مميز. هنطلع فاصل صغير دلوقتي ونرجع مع الفاشن ديزاينر ايه عطيه. انتظرونا.